طب ناخد التليفون ونكمل. مدام منال. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحتي عايزه اسال الشيخ عن حياه البرزخ. اتفضلي. عايزة تسألي عن حاجة معينة عن ولا حياه تسألي؟ البرزخ هي اسال ايه؟ الشيخ عن حياه البرزخ. عايزة تعرفي هي ايه؟ مالها؟ يعني بعد الموت احنا وكده، عملنا عشرات في الحلقات. حياه البرزخ، يعني عايزه افهمها، عايزه اعرفها. حاضر حاضر، تابعينا مدام منال. طيب خلينا نجاوب سؤال مدام عطيات. هي بتصلي قيام الليل وممكن تكون ما صلتش الشفع والوتر، فبتأخرهم لحد بعد ما تخلص قيام الليل، يكون أذان الفجر أذن، هل ينفع تصليهم قبل ما تصلي الفجر ولا تصليهم هو قبل القيام؟ خلينا في الصح، الصح بقيم الليل وانا عارف اصلا الفجر هيأذن امتى، قبل الفجر ما يأذن اكون مصلي للشفع والوتر، فلازم ابقى ضابط نفسي لان انا مش بقيم الليل وخلاص كده، لا انا عارف الفجر هيأذن امتى، فطبيعي هبقى ضابط صلاتي بحيث ان انا اخلص الوتر الا الفجر يؤذن. طيب هي صلت والفجر هيأذن، توتر بركعة واحدة، أول ما يقول الله أكبر تيجي قايمة مصلية الركعة، ركعة الوتر قبل أن ينهي الأذان أكون مخلص الوتر، يعني مش شرط يبقى شفع وتر يبقى ركعتين وركعة، لا ممكن توتر بركعة واحدة إذا داهمها الوقت، إذا هجم عليها الوقت، لكن ينبغي إن أنا أبقى عارف الأذان هيأذن إمتى، هقيم الليل قد إيه، قبل الأذان أكون مصلية الوتر وقاعد منتظر الأذان. طيب ام رحمه هم قالوا لي السؤال بتاعها، بتقول والدتها توفت يوم 21 رمضان، فهي عايزه تسال هل الايام اللي باقيه ينفع ان هي تصومها بدل والدتها ولا لا؟ المساله دي اختلف فيها العلماء، منهم من قال او منهم من قال لا، وقالوا يجب اذا وصت بذلك، يعني قبل ما تموت كملوا لي رمضان، يبقى يجب يجب. طب ما قالتش؟ الامر بالاختيار، لانه عندنا حديث عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طب والعلماء قالوا بس خلي بالكم يا جماعه، لما مات الانسان انقطع التكليف فليس فرضا عليه. فلو هي وصت تصوم، طب لو هي نذرت تصوم، ما وصتش وما نذرتش ليس عليها صيام. تمام. طيب مدام منال بقى بتسال عن حياه البرزخ، احنا عملنا حلقات عنها بس يعني ايه نقول بشكل اصل حياة البرزخ ده انت عايزه ده كتب. سلسله حلقات. بالظبط، واحنا عملنا بفضل الله عز وجل سلسله حلقات كبيره، لكن هو هي برضو انت لو دخلتي برضو على اليوتيوب وكتبتي اسم البرنامج وكتبتي حياه البرزخ هيطلع لك كل الحلقات اللي احنا اتكلمنا عنها. هو البرزخ في اللغه العربيه اليابسه بين مائين، ده اصل البرزخ، فالبرزخ اليابسه بين مائين، يعني فيه طريق شمالي مية ويميني مية، شمالي الدنيا وآدي البرزخ وآدي الآخرة. البرزخ بالضبط يا أستاذة لمياء بالنسبة للدنيا والآخرة زي الترانزيت، أنا مسافر دولة بعيدة جدا ليس لدي هنا في مصر طيران مباشر من هنا إلى هذه الدولة، بعمل ترانزيت في دولة من الدول، أو الترانزيت ده هو البرزخ. والبرزخ هو الحاجز، قال الله عز وجل بينهما برزخ لا يبغيان، يعني بين الدنيا والآخرة برزخ. طيب الإنسان لما بيموت، الموت عبارة عن انفصال الروح عن الجسد وليس عدم، الجسم يعود إلى الأرض أمه اللي أخذ منها وعاش على ظهرها، والروح تذهب إلى البرزخ الحاجز، بتروح للبرزخ بتقابل كل من مات قبلها ممن هو يشبه عملها. الدليل يعني إيه؟ يعني واحد فاجر هيبقى مع الفاجرين، واحد صالح هيبقى مع الصالحين. فهماني حضرتك؟ فهميك، كان خضيت بس من ايدك عشان كده نسكت. ما هو لما ربنا يقول احشروا الذين ظلموا وازواجهم، مش معناها هات الظالم وزوجته، ايوه اللي هو زيهم. أي الله، ايوه كده، أي الله ينور عليك. ممكن يبقى ظالم وزوجته ست صالحه، ممكن تبقى هي ظالمه وزوجها رجل صالح. احشروا الذين ظلموا وازواجهم، يعني كل اكل الربا مع بعض، يا ساتر يا كل رب. الزناه مع بعض، يا ساتر يا رب. كل القتله مع بعض، كل الفجره مع بعض، كل شبيه واللي يشبه له. هذا المعنى يا فندم. فهو لما هيموت وهيذهب الى البرزخ
هيقابل كل من مات قبله ممن يشبه عمله. يعني يقابل صديقه اللي كان شبهه بيقع ويقوم وزاحلتنا كده إن عصى يرجع يتوب بسرعة جدا. فين الدليل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بيموت الإنسان ثم يؤتى به أرواح المؤمنين فوالذي نفس محمد بيده لهم أشد به فرحا من أحدكم يقدم عليه غائبه. اللي ماتوا قبله منتظرينه جمعوا حواليه، كيف حال فلان، كيف حال فلان، كيف حال فلان، بيسألوه عن أحوال الناس فين في الدنيا. فحد يقول يا جماعة انتظروا حتى يستريح من تعب الدنيا وعنائها. يا جماعة اللي مات ده سبحان الله هو نفسه ممكن يبقى مستغرب، انتوا زعلانين ليه؟ الآن استراحت، الآن اتخلصت من هم الدنيا وغمها، الآن اتخلصت من الألم والوجع، الآن استراحت، انتوا زعلانين ليه؟ لكن احنا بنزعل عشان الفراق. بالظبط. فهو لما راح قابل بقى حياة تانية بشكل تاني بظروف تانية وفيها إثبات ان الروح تدخل الجنة. يعني في ناس في البرزخ في الجنة، دليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم روح المؤمن نسمة نسمة تعلق في الجنة حيث شاءت. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى عرش الرحمن. يعني في أرواح دلوقتي في الجنة في البرزخ. واللي مات يا جماعة لو ماتت أمه قبله هيقابلها إن شاء الله، مات والده قبله هيقابله، فهو مش لوحده. كمان احنا بعض الناس يبقى زعلان قوي، وانا سبت والدي في المكان اللي انا دفنت فيه، والدك مش هنا بالجسد بس. بالظبط، والجسد عما قليل سيفنى. صحيح. انما والدك فين؟ وروحه في البرزخ مع احبابه الذين ماتوا قبله. شوف الكلام عن الموضوع بيفتح جامد جدا.